Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est dimanche. Bon dimanche à toutes et à tous. Bonne messe à nos amis et nos frères chrétiens. Bonne messe aussi pour nos amis juifs et d'autres confessions. On leur dit bonne messe. Bon dimanche aussi à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 octobre 2021. Il est exactement 11h58. Les gens qui sont à table, bon appétit, hein, bsahatkom l'gda nas li rayi tghda. Alléluia, alléluia, alléluia. Lyoum raho nas rahi rayha les églises bach yssalew w ndraou lhom nas li mazalou lyoum yesmaou fina mazal ma rahouch w la rahom li rahni rouhou bach yssalew ndraoukom inchallah w ngoulkom ad'iou lna inchallah belkhir w ad'iou l'umma l'islamia والامه كيف اسمه الديانات كاملين 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 ندعيو لهم بالخير. احنا ما ندعيوش الا الامه الاسلاميه، احنا ندعيو للناس كل. نهار الجمعه انا ياك نروح المسجد ندعي للناس كل، حتى الناس اللي ما تمنش، حتى الناس اللي كاش ما دارت ولا منا، انا ما يهمنيش، انا ندعي لهم ان شاء الله بالهدايه وندعي لهم بالخير وندعي لهم ان شاء الله يكونوا لاباس هما وعائلتهم الى موند اونتي. دونك ما تنساوش يا خوتنا اللي راح نصليو اليوم، خوتنا في تونس وخوتنا في المغرب وخوتنا اللي راهم دلوتر كوتي دو لا ميديتيراني في فرنسا في الانجليز بارتو، ما تنساوش باش تدعيونا معاكم، رانا خوتكم وانتم راكم خوتنا وما عندنا حتى فرق بيناتنا، ما كان حتى بروبليم بيناتنا. لا غالب احنا في الجزائر مازالوا لي زيغليز مقفولين، وعلى هذا انا ما نحبش باش ندير هذا اللي مس كل خطره نعقب هذه الاغنيات هذو نتاع الشعارات هذو نتاع المسيحيه باش يفهموا الناس باللي راه لازم يحلوا لي زيغليز الناس ويحلوا لي ليوت كولت، خاطرش
حنايا الجزائر الدستور تاعنا يقول باللي راهو يسمح الديانات باش كما قال واحد نحترموا الديانات نتاع الناس الكل. كيفاش يا ناس انتم تكون في عقلكم باللي في فرنسا في بلجيك في الامريكان يحلوا الجوامع والناس تروح تصلي ويخليو خاوتنا اللي ثم يخدموا ثم يروحوا يصليو وحنا عندنا نغلقوا نغلقوا ما نغلقوش عليهم هما خاطر هما ما عندناش نغلقوا على خاوتنا الجزائريين نقول لهم ما تصليوش ما تصليوش. وهذا الناس اللي حبتش تفهم الناس اللي قاعده اليوم تسير في الجزائر اللي ما حبوش يفهموا اليوم باللي راهو كي الاسلام كي المسيحيه كي اليهوديه راهو ربي كان واحد وعنده دين واحد وشي هو كل واحد كيما قال واحد يعبد ربي كيما بغا. راكم تشوفوا في الهند كيفاش الناس اخرين يعبدوا البقره. دونك هاد الناس هادو ربي سبحانه عز وجل اسكو قتلهم اسكو ضربهم اسكو قال لهم علاش تعبدوا البقره خلاهم ليبر حتى كي نروحوا غدوه عندهم على بالنا شكون هو اللي صحيح ولا شكون اللي غلط ولا ما كانش خلاص وحده منهم. على هذاك حنا يفضغي مام لي عطي الناس اللي ما تمنش حتى هما يفضغي لي ريسبكتي ماناش قال اخويا ما تمنش نجي نقتلك يا اخي يا اخي هو انا مالي مالك انا لا انا هو ربي سبحانه عز وجل لا انا اكثر من ربي سبحانه عز وجل انا اكثر من الانبياء اكثر من الرسل لا يا ناس لا 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 مشك مشك. انا نطلب ان شاء الله ربي هاد الحكام تاعنا تاع الجزائر يحلوا الانجليز للناس واش هو كاين قوانين كاين قوانين على المساجد كاين قوانين ما ننساش تعرف تبرش القهوه تاعي اسمحوا لي اسمحوا لي اوسي سي ديمونش اجوردي جو بارطاج افيك فو ميز امي مون كافي فوالا قاعدي جو لا بارطاج افيك فو فوالا الي تري فورت كيما تشوفوا الي تري فورت باسكو سي دي 11 سي دي 11 الي تري فورت كوم مو اوسي مو اوسي شوي تري فور او مي شتي واش بغيت كي نقول كيما بصحتكم صحه صحه القهوه النون. واحد السيد البارح كتب لي قال لي واش من قهوه راك تقهوى يا اخي قلت لك انا قدام خطري قلت سالوا الناس انا نشري قهوه ساعات لوخ واحده يقولها دو لوخ وكاينه واحده كارت نوار ثاني كارت نوار مليحه ثاني هذه سي لوخ هذه هي القهوه اللي نشريها هنا سي دي كابسول سي دي كابسول ها عندك كي تشوف فيهم سي دي كابسول دو 20 كابسول فوالا جي فو لي مونتخي فوالا ها عندك سي دي كابسول فوالا فيهم الكبار فيهم الصغار فيهم جوج فناجل فيهم فنجان واحد فوالا هذه هي القهوه تاعنا بو لانستون راني نتقهوى هذا واش هو كاين دوطخ كاليتي كيما كارت نوار ثاني الي ميور الناس اللي تحب اللي سخفوا باش والناس اللي ما لقاوش باسكو هذه ما عندناش حنا في الجزائر يجيبوها من ليترونجي الناس اللي يحبوا نبعثوا لهم اذا لقينا الناس اللي وصلوا لهم يوصلوا لهم با توسي نشري لكم ما كان حتى مشكل معاكم ولا روحوا تقهوا معايا با توسي مرحبا بكم. الوغ سي شور اللي جاي يتقهوى معايا راح نعطيه باكي يديه معاه واش راح يتقهوى برك ويروح سينو يضل يطوطو عليا. مرحبا بكم مرحبا بكم. الوغ واش راح نقول لكم الناس لازمها تفهم لازمها تفهم باللي القوانين نتاع الجمهوريه يسمح عندنا حنايا عندنا لا كونستيتيسيون تاعنا تسمح باش الناس دير الديانات نتاعها قوانين تروح اخويا للمسجد تصلي وتروح لدارك نورمال ادعينا معك رب العالمين وانا ثاني كي نصلي حتى انا في نروح كيما هي صلاه الجمعه ندعي الناس كل ان شاء الله ندعي الناس كل ما كني لا واش هو نقعدوا في اطار لا ريليجيون حنا ما نحبوش ندخلوا السياسه في الدين وهذا هو المشكل المشكل تاعنا تاع الجزائر اليوم والمشكل تاعنا تاع المغرب العربي اسمحوا لي مش عربي باسكو غلطونا المغرب هذا راه ما كانش عربي خلاص راه حتى المغرب هذا راه ما كانش لافريك دي نور ما كانش العرب راهم في كما قال واحد راهم في السعوديه وفي اليمن وحنا ما عندناش هذه هذا هو الناس اللي الناس اللي قاعده تخلط اسمحوا لي بونجور ليليا بونجور ميرسي بوكو وي سي دو سينما يا اختي العزيزه هذه نتكلم عليها من بعد ان شاء الله نتكلم عليها من بعد ان شاء الله هي مدام ليليا ايفا بيربير بونجور خديجه بونجور اختي العزيزه سي مختار صباح الخير خويا هادو الناس حبابي اللي يتبعوا فينا ليندا بونجور الوغ سهيله بونجور
بو بكر، واش رايك حبيبي؟ ما تهلمك لي مدام لاداس. بونجور غياب حساسك، مين نتبع فيك على بالي بلي راكي ما عادش شفتك. دا جو سي بلي وزت رحتي. راني نتبع. وي ما تقلقيش روحك. مدام موني بونجور. سيد الوزير صباح الخير عليك، ان شاء الله تكون بخير وعلى خير. انا بعثت لك فيديو الصباح هذا. الوغ كريمة بونجور، انا بعثت لك فيديو الصباح هذا. الوغ الناس اللي بعثوا لي الصباح هذا بونجور انا كامل قلت لهم. الوغ باقيين اخرين برك نشوفهم برك، هذه بعد نتكلموا عليهم. الناس هذو اللي كانوا الناس راسلوني من بعد نجاوبهم ان شاء الله. الوغ كانوا الناس ثاني احبابنا واصحابنا اللي كتبوا لنا في لاشين. الناس بي بونجور. الوغ بعد نرد عليكم يا ناس اللي كتبتوا لي. نوال بونجور، اكسيل بونجور، منال بونجور. الوغ هذو كامل ان شاء الله من بعد نرد عليكم. نكمل لا فيديو الثانيه ان شاء الله نرد عليكم. الوغ قلت لكم حنا في كيما سموه في لا كونستيتيسيون في الدستور يقولوا بلي المعتقدات تاع الدين نحترموهم. لا ليبرتي دو كولت. كيفاش لا ليبرتي دو كولت وانت تقفل ليزيغليز على الناس؟ ما تصلحش. اموان يا خويا ديرها دوله اسلاميه كيما حبيتو نتوما وخلاص. وحتى دوكا الدوله الاسلاميه هاو دوكا في السعوديه راهم حتموا عليهم باش يخليو يحلوا ليزيغليز باش نتاهو مليح. ولو كان ما يحلوش راح يديروا لهم مشاكل. علاش شفتوا واش يقولوا في السعوديه ولاو يحلوا للناس تروح تشطاح؟ علاش بوركوا؟ شنو هما اللي بغاو؟ ما كانش، ماهمش هما اللي بغاو، جاتهم من عند الناس اللي ما تخافش ربي. قال لهم لازم تحلوا ولا نحلكم، سمحوا لي بالكلمه هذه. تحلوا ولا نحلكم كيما بغيتوا. وعلى هذاك بداو يحلوا. حنا ثاني يا ناس لازمنا نحترموا الديانات. يا اخي انا مسلم، واش هو كاين واحد مسيحي نحترمه؟ واش يا اخي هو كي يعبد ربي ولا يعبد على باليش؟ شكون يعبد يا اخي؟ عندنا فرض رب في الدنيا هذه. انا الناس يسالوني يقولوا لي انت قلت بلي لو كان تلقى المسيحيين يطلبوا ربي وتصلي معاهم تصلي، كيفاش انت مسيحي ولا؟ يا ناس انا مسلم، انا مسيحي، انا نتبع الديانه اليهوديه، انا نتبع الديانه نتاع المعلبريش. الديانات اللي كاينه نتاع ربي كامل ما نقولش عليهم لا. يا مدينة تاع ربي سبحان الله، كيفاه انايا تقول لي انايا لا غير تبع غير هذه برك حنا امة محمد. يا خويا والاخرين ماهمش خاوتنا؟ ماناش خاوة كل؟ ماناش جينا كل من ادم وحواء؟ اي ماهيش صواب هذه الشيء تهضروه يا ناس. انا نلقى الناس تعبد في ربي مسيحيين نعبد معاهم ربي. عندك الكل نلقاهم يقتلوا ما نقتلش يا خويا، ولا يضربوا ولا يسرقوا ولا يديروا ما نديرش معاهم. حتى المسلمين بعد المسلمين، انا مسلم ونخش للجامع ونصلي، ساعات يكونوا فيها دي ديباسمون ما نديرش معاهم. نروح للمسجد، الناس تروح تصلي وهما يهدروا لا بوليتيك، انا نهز الصباط نجي خارج. نكون في المسجد، الإمام يقول يا ربي نهزوا كل يدينا، إن شاء الله ربي سبحانه عز وجل يعطينا ويديرنا ويعطينا ويغفر لنا، كل نهزوا يدينا. يقول اللهم رب العالمين يتم أولادي، هم نهبط يديا، نهبط يديا ونخرج. انا ما نطلب حتى واحد، ما نطلبش ربي يروح كيما قال واحد يتم اولاد الناس وما يسمع لكمش ربي كي تقولوا كيما هكا. تافهه هذه، حاجه تافهه. اللهم رب العالمين زلزل الارض تحت اقدامهم. ابا مير تسمحوا لي يا جماعه، وش هذا؟ مازلنا ومازلت الناس يقولوا امين يا ناس. والله غير عيب، والله غير حرام عليكم، والله غير حرام عليكم. وفكروا عيب اللي ربي يسمعكم، فكروا عيب اللي ربي يسمعكم. اللهم رب العالمين إليك اليهود والنصارى أحفاد القردة والخنازير. وقال آمين. مي 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 يا دكتور العالية، يا دكتور العالية يا خويا، يلا نديرو التريتمون كوليكتيف. التريتمون كوليكتيف يا خويا جيب، كي أنت قلت عندها 20 سنة مي هربها يا عمالديك، راهو لازم التريتمون كوليكتيف. نديرو المهدئات ونبعثوهم للناس تشرب في العيون. كما قلت لي نديوهم الشاطو دو نحركو يا ونصبو في الشاطو دو ونبعثو يا الدكتور العالية. عندك الحق يا خويا، عندك الحق. كيفاش يا جماعة؟ ندعيو لرب العالمين ولا ربي
ساعدنا يا ربي. والله واحد يدعي واحد يقول له روح ربي يجيب لك كاميو. يا لطيف يا ربي يا لطيف يا لطيف. وفوق روايه بلي ربي يسمع لك هالشيء هذا. فوق روايه يا جماعه فوق روايه. يا ربي يكون عينه يدير حاجه يديرها بلا ما يذهب بلا ما تهضر انت بلا ما يقول له يشوف رب العالمين على بالو في كل واحد يقرا في ما في القلوب. كيف انا نروح ندعي على واحد انا نقول ربي يهدي يا اخي. تقولوا بلي الرسول عليه الصلاه والسلام كانت واحد القبيله ما تمنش ما حبوش يدخلوا للاسلام وجابوا النبي كما قال واحد باش يخشوا عليهم وانا قال لهم لا لا ما نخشوا عليهم لا والو وقعدوا بعيد راحوا روحوا كما قال واحد ومن بعد بعثوا لهم واحد ما واش يقولوا من الصحابه وراح لك الصحابي هذاك وقال لهم وقال لكم النبي لازمكم تخشوا الاسلام ومن قال لهم مشيوا ضربوه وحاوزوه وحجروه وروح يجري هو النبي وقال له تشوفهم حجروني ومن ومن ها زاد بعث لهم الدوزيام ما كانش وزادوا حاوزوه كيف حاوزوه ولا النبي مشى خلاص وقعد على الركبه تاعو هز يديه للسماء والصحابه قالوا صاي ودعا لهم النبي دوك يجيب لهم ربي صقعه كما يقولوا هما ودوك منا ومنا كي جا النبي عاود جا ومنا قالوا واش دعيت ربي؟ قال له دعيت ربي باش يهديهم هاكم تقولوا هذه من هنايا هذه من منها الكلمه هذه نمنها لازم يهديهم رب العالمين إذا ما هداهمش راه نهديهم أنايا يا أخي أنايا ربي سبحانه عز وجل اللي يكون فيكون ما ينجم لهمش وأنايا ولا أوفا ما ينجم لهمش خلاهم ليه برموش ما ينجم لهمش ينجم يحرك بيهم الأرض كيما هاكي راه كفر كيفاه وحنايا نسبوهم وحنايا نضربوهم وحنايا نقتلوهم وحنايا ما نعرف واش أي ما تجيش هذه الناس حلوا ليزيكليز خاوتنا خليهم يصليو حتى يكون يهودي خليوه يصلي يخليوه يصلي لو كان يكون يهودي يحب يصلي في المسجد خليه يصلي في المسجد راهو بيت ربي لا كيما قال واحد لازمك تكون هكا ولا ما كانش يتبعك الانسان لازم يتبعك ولا علاش ما كنش انت اللي تتبعو علاش ديما حنا اللي نجبدوا لينا حنا الزوره ديما كيما لا كوفرتير اون تير لا كوفرتير بوغ نو وين على بالي بلي انا عندي حق وين على بالي انا لقيت مولاي يصلي وانا نصلي معاه خرين اليوم ماليهم مسيحيين ولا شافوا بلي الدين هذا ما عجبهمش راحوا للدين الاخر الله يسهل عليهم هو ربي كي براسهم بينهم بين ربي وحنا واش دخلنا حنايا وحنا واش دخلنا سبحان الله العظيم نقفلوا على زيكليز على الناس قال ما تصليوش هذه هكذا ونقولوا بلي حنا رانا متفتحين ونقولوا حنا رانا نحترموا الديانات الاخرى ونقولوا حنا رانا هكذا ونقولوا حنا هكذا هنا نخدموا شويه المخ نتاعنا نخدموا شويه وكروي بلي هذا ربي سبحانه عز وجل اللي يقول غير الاسلام هو برك هو الدين نتاعو الوحيد والباقي ماهمش هذا ديان تمنوها نتوما هادشي هذا تمنوا نتوما شي هذا تمنوه يدخلكم في راسكم يعني هذا ربي تاعنا حنا يسمى هذا ربي تاع المسلمين هذا تاعنا حنا برك ماهوش تاعهم هما هما عندهم رب واحد اخر يا لطيف يا لطيف لازم تخموا يا ناس او لازم تخدموا شويه عقليتكم حنا عندنا رب واحد في العالم هذا ولا ما يكنش وعدنا رب للناس كل العالم كامل ولا ما كانش اللي ما كانش هما الملحدين اللي يقولوا بلي ما كانش وي فودري اون لي ريسبكت خاطرش انا ما عنديش حاجه نعتها لهم انا عندي يقول لي واحد يقول لي سي مورس حتى هذه واش هي اللي عندهم يقولوا هذه بريكي يقول لي نعت لي بلي بريكي هاي نعت له هاي سيدي هذه بريكي ها ها انا قاعد نكيف هذه بريكي مي يكون يقول لي اخويا انا عاتلي بلي ربي سبحانه عز وجل كاين واش نقول له نقول له ها القران يقول لي هاي لا بيبل وهاي الاخر وهاي منها بصح يا خويا كل ما يقنعوني جاني زني نشوف حاجه بيدي بعيني واش نقول له ايبا نو ايبا نو لازم الناس كيما قال واحد نحترموا الناس مرسي بوكو صح غداك انت ثاني مدام ليليا صح غداك انت ثاني بون ابيتي ا توتي ا توس لازم نكونوا نحلوا شويه المخاخ نتاعنا ونخدموا المخاخ نتاعنا وباش نفهموا باش نفهموا باللي ربي سبحانه عز وجل نتاع المسلمين هو نفسه نتاع المسيحيين هو نفسه نتاع اليهود هو نفسه نتاع الاخرين كاينش زوج يكذب عليكم الكاذب شفتوا انتم ربي نتاع واحد من واحد منا هذه عبرها مصر عمرها ما صارت كيما قلت لكم حنا ما نقدروش نقنعوا الناس اون بو با ربي هو اللي يهديهم انا قدام خطره يجيوني مسيحيين ويجيبوا لي لا بيبل ويقولوا لي اقرا واش يقول ربي هنا وهنا وهنا هنا كي نقول لهم حتى انا كنت نجيب لكم النسخه ونقول لهم اقرا واش قال هنا وهنا وهنا قدام خطره يتصلوا بيا ويقولوا لي ادخل معنا ومن نقول لهم هاني دخلت معاكم السي هاي نقول لكم هاي هاني دخلت معاكم المسيحيه هاي ومن بعد واش النتيجه
انا قلت لما كنت خش معاكم السماء يبقى في بلاصتو والارض تبقى في بلاصتها. وانت ثاني انت بعد تقول لي روح معنا المسيحيه، انا كنت نقول لك روح معنا للاسلام. السماء يبقى في بلاصتو في بلاصتو والارض تبقى في بلاصتها. واحد السيد قال لي نو 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 كون تجي معنا دوما تو سرا اوغو. قلت له انا شوي اوغو دوك. اي والله حتى دوك شوي اوغو، انا حتى نجي معاكم انتوما. قلت له لو كان جاي معاكم نغيروا حاجه دوك نجيو بزاف نجيو ماهوش وحدي. مي مادام ما نغير والو ما كاين والو. قال لي اقرا تشوف واش يقول جيسو لهنا واش يقول. يا خويا قلت له جيسو يقول وي يعني قريت وشفت واش يقول كيما قال النبي عليه الصلاه والسلام او واش يقول او واش يقول. ويولي هو يعبي يدخلها لي يقول لي لا انتم الدين تاعكم فيه الحرب وفيه منها. يا اخي قلت له سامحني اللي يهضر على الحرب انا خاطي، انا كي نقرا القران نقرا الا الصور اللي فيهم الحاجه المليحه. الحاجه اللي ماهيش مليحه يا خويا انا ما نتبعهاش. انا لو كان نقرا في القران روحوا اقتلوا واحد ما نقتلش، لو كاني في القران نقرا روحوا سبوا واحد انا ما نسبش. هذا ما كان. لو كان نقرا في القران يقولوا باللي اليهود راهم كلاب بني كلاب سامحوني بالكلمه هذه، ولا المسيحيين راهم لا، انا هذه ما نتبعهاش ما نتبعهاش يا خويا تدو. انا نتبع الا الحاجه المليحه. حتى لو كان نقرا لا بيبل نلقى فيها حاجه مليحه نتبعها، نلقى فيها قال روحوا تقتلوا المسلمين قال لا لا ربي ما يقولش كيماك ما يقولش كيماك. وانا ثاني كيما يكريتيكيو الاسلام حتى انا ديما نكريتيكي ساعات المسيحيه. انا خطره قلت لهم يا ناس هذه نتاع هذا نتاعكم هذا الباب هذا فرانسوا دوكا ولا ما عرفش واش يسموه هذا، انا بور مو حاجه فارغه خلاص. قال لي كيما تقول حاجه فارغه؟ قلت له حاجه فارغه. قال لي كيفاش هو اللي يشرف على يمثل المسيحيين كامل تاع العالم؟ قلت له وي يمثلهم وي هذه اللي معاك فيها هذه يمثلهم وي. قال لي كيفاش مالا انت ما تعرفش؟ واش ما تعرفش بيه يمثل المسيحيين يروح يحضر الاجتماعات كما كان اجتماعات كما نقولوا حنا يتلقاو الاسلاميين والمسلمين واليهود ويتلقاو هو يروح هو الممثل يروح يدافع عليهم يجيب لهم السكنات يدافع عليهم يصلي بهم اذا يحبوا هذه معليش مبصح باش يروح يهز لي انا نتاع هذيك ويبدا يقول لهم فوزيت بيني او نون دو فار وما عرفت. قلت له هذه لا هذه ما نقبلهاش وما نخليهاش حتى لو كان نشوفه يديرها كيما كل واحد نضحك. قال لي كيفاش تضحك؟ اي بان قلت له يا خويا نهار ينجم يدير هالشي هذا يقول واحد فوزيت بيني تعرف وقتاش؟ قال لي وقتاش؟ قلت له كي ربي سبحانه عز وجل يعطيله ويكلفه كي كلفه ربي يولي ياك ساعه ممثل تاع ربي سبحانه وممثل تاع الدين المسيحي. مي دركا ما كلفوش ربي اخو انتوما اللي كلفتوه انتو صار انتوما تكلفوا واحد وتوليو تعبدوه هي ما تصلحش. حتى هنا كيف كيف انا كيجيني واحد تاع الخرطي هذو نتاع الشيوخ هذو اللي يديروا فتاوي نتاع الشاك هذو من منش بيهم بكرو ما على باليش بيهم بكرو على بالهم كيما وعلى بالي بلي راهم كيما هما كيما انا علاه ما حضروا مع ربي كانوا عند ربي هما واش داش فيهم هما ربي واش كاين ولا كي راح يدخل اللحيه نتاعو ولا كي راح يقرا القران يحفظه ما كاين والو ما بعثوش ربي خلاص هو سيت ان اتر هيومان امام ولا واش يكون ولا لو كرون امام ولا لو بوتي امام سيت واش يقولوا سيت ان اتر هيومان سيت ان اتر هيومان. وعلى هذا لازمنا نحترموا بعضنا لازمنا نتسامح لازمنا نتسامحوا لازمنا غدوه الصباح انا اللي كون لقيت يا ناس انا اللي كون لقيت والله العظيم ما نبنيوش اكزومبل مسجد ونبنيو كنيسه ونبنيو كيف اسمه سيناغوغ ونبنيو هذا كله تفرق هذا سي دي كومونيتاريزم هذا يعيطوا له سي دي راسيزم هذا كاين اللي نديروه حنايا في العالم هذا. انا لو كان لقيت يا ناس والناس تتبعني وتسمعني انا كون لقيت نديرو باكزومبل انا في باكزومبل في خنشله في خنشله نديرو بنيه كبيره خلاص تكون هي الجامع وتكون هي لاجليز وتكون هي لا سيناغوغ وتكون هي كيف اسمه نتاع لي زوتر كولت وحده برك ونحطوا فيها باللي هذه راهو ستان ليو دو كولت ما نسميه لا جامع لا مسيح لا 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 هذه كيما يسموها ما لا ايجليز لا لا ما نسميه والو نسميه ليو دو كولت مكان للعباده ويدخل فيه المسلم ويدخل فيه المسيحي ويدخل فيه اليهودي ويدخل فيه حتى يجي نهار وين كل نتلاقاو كامل ونصليو مع بعضنا كيما رانا المسلم بحد اليهودي وبحد الاخر وبحد الاخر ونصليو كل مع بعضنا. وين هو المشكل؟ يا اخي عندنا فرد رب يا اخي احنا كل خاوه يا اخي احنا كل ديزاتر هيومان علاه التفرق هذا؟ علاش هذه ونزيدو نروحو نحرقو المسيح الكنيسه؟ علاش نحرق الكنيسه يا خويا؟
انا على الكنيسه دار ربي سبحانه عز وجل خلاها وانا راح نحرقها. مي راكم نابيل ولا واش بكم هذا؟ علاش نروح نضرب انا نشوف يهودي عندي لابس هذيك نتاع هذيك على راسه هذيك الجزائريين يروحوا يجدوا في عقابه؟ علاه يا خويا نجري في عقابه؟ علاه؟ مي هبلتوا عنده الحق العاليه، عنده الحق العالي كيقول لي يا ولدي حنا رانا الجزائريين رانا نهابيل. واش دار لي باش نجري في عقابه؟ او يهودي ولا كيما خطره داد احمد ربي يرحمه اللي واحد قاعد هو يحكي يحكي قال له يا داد احمد قال له اليهود عليهم النعل، قال له عليك النعل الا انت، عليك النعل الا انت، قال له علاش تنعل الناس؟ واش داروا لك الناس؟ راحت فينا هذه الصنعه هذه نتاع الحقره، الحقره نحقروا الناس، ما نحقروش الناس يا جماعه وما نسبوش الناس، او كونترير يفو تنعت للناس باللي المسلم راهو كيما قال واحد مسامح والمسامح كريم. كيف يجي يدخل معايا واحد المسجد يقول لي وين نصلي؟ نقول له ما تصليش في المسجد، انت اخرج علينا، انت مسيحي روح صلي في الكنيسه نتاعك، ولا يحب يصلي يدخل. قال لك كيما المسلم يحب يصلي في الكنيسه يصلي، وين المشكل؟ وين المشكل؟ يا اخي اليوم كنت ها؟ اليوم باش الناس تعبد فيه ربي يلعبوا فيه البالون؟ لو كان يحبوا يلعبوا البالون كانوا يروحوا للسطاد، راح يدير التياتر، لو كان يدير التياتر نقول له روح للسينما، روح للتياتر، روح للصال تاع التياتر. مي هنا راهو قاعد يدير في يعبد ربي، يعبد ربي، وماذا بيا يعبد بحذايا ربي، وماذا بيا نطلب انا وياه، انا نطلب منه هو يطلب منه، ماذا بينا في اربعه اليهودي والمسلم والمسيحي او كل نجيو بحد بعضنا ونهزو يدينا نطلبوا ربي كيما راهو. وين المشكل؟ يجيني الاخر يقول لي مصحف الله يقولوا بلي عيسى ولد ربي. يا جماعه يا جماعه خوفوا ربي شويه، انتم بعد خوفوا ربي شويه يا خويا. يقول على روحه، يقول على روحه اللي ليا بالو حنا واش دخلنا. يعني انا شخصيت واحد خطره قلت له علاه تقول ولد ربي؟ قال لي باسكو جيزو هو سيدنا عيسى ولدته مريم وبلا شي اب. هذا ما كان على هذا كي قلنا حنا نقولوا بلي راه ولد ربي، مي ماهوش صاف دير بلي ربي راهو هو اللي زوج بهذه بسيدنا مريم. قال لك لا، قال لي نو، قال لي هنا باكزومبل، قال لي انت تمشي ونصف تخرج تلقى حاجه لبرا تلقى حاجه لبرا تهز تقول والله غير بعثها لي ربي، اشكو ربي صح لي بعثها لك؟ هي نو لقيتها مش حالي حاجه ربي كيما قال واحد. ولا يقول لك واحد اذا كتب ربي، هي اذا كتب ربي انا غدوه نكونوا باكزومبل نحوسوا ولا نكونوا لهيه ولا نكونوا لهيه. مي اخويا هذا براسو هو يقول هكا ومقتنع بشي هذا، ايبا الله يسهل عليه، الله يسهل عليه، حنا يقول واش يحب سي سون بروبليم. كيفاش ربي خلاه ليبر وانا نجي نحاسبه؟ يعني انا اكثر من ربي سبحانه عز وجل؟ هاي ما كانش، انا على بالي في هالكون هذا ما كانش واحد اكثر من ربي سبحانه عز وجل. ربي هو اللي يخلق وهو اللي يهدي وهو اللي على كل شيء قدير. وماذا بينا كيما قلت انا لو كان لينا نديرو حتى ما نصليوش كل مع بعضنا سيدي معليش. يا خويا نهار الجمعه اللي قلت لكم عليه هذا اليود كولت هذا نهار الجمعه يدخلوا فيه المسلمين يصليو صح، نهار السبت يجيو لي كريتيان بيزون، نهار الحد يجيو خاوتنا اليهود، نهار الاثنين يجيو، ولا حتى اذا الحد بيزون راكم تشوفوا دوكا حتى عندنا في المساجد ولاو في الاوروب، هذه ما صراتش عندنا حنا في هنا في الجزائر ما صراتش، مي في الاوروب راهم واش يديروا كي عاد مع الكوفيد ومع منا يقسموا لا مس، كانوا خويا يجيو على 10، خويا يجيو على 12، خويا يجيو على الساعتين، وحتى في المساجد في الاوروب قسموا لهم، كانوا خويا يبداو الجمعه على 12، يكملوا يدخلوا خويا على الساعتين، يكملوا خويا يدخلوا على 3. يا كان الناس هاي وهذه ما تصلحش ولا يجوز وما نعرف، يا ولدي لا يجوز ولا يجوز، لان الناس ما يصليو، وخلي ربي سبحانه عز وجل هو اللي يدبر راسه، هو اللي يقبل ولا ما يقبلش. حنا خاتين، حنا خاتين، حنا نصليو كيما قال واحد نديرو النيه تاعنا نصليو، اللي يقبلو ربي يقبل واللي ما يقبلوش ندعيو له ربي كيما قال واحد يقبلو. هذا ما كانوش نجمو نديرو حنا، حنا انا مصوم زيت خيمة، رانا عباد، حنا رانا ماناش ملائكه ولا ما نغلطوش ولا نغلطو، مي سامبلومون انا الكون هذا الكون نديرو كيما هكا نحيو علينا. ساعات يقول لي واحد انتوما علاش تروحوا مع الكفار هذو المسيحيين فوفيتي نوال؟ ديجا كفار هاك غلط، هذه كلمة كفار راك غلط. كيفاش الناس يوم يصليو وتقول لي راهم مسيحيين يصليو يسمى سون دي كخوايون، سون دي كخوايون تقول عليهم كفار؟ الإنسان اللي عنده في مخه الحديد الحديد هذا وي
هذا يقول لي بلي راهم كفار، علاش؟ خاطرش ما جاوش معنا احنا، ما تبعوناش احنا، لازم يتبعوا الدين تاعنا احنا باش ما يوليوش كفار. هذا انسان اللي عنده في مخه الحديد، ما 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 ما. وعلاه ماهوش انت اللي تروح تتبعه؟ وعلاش ماهوش انت المسلم اللي تروح ترجع انت مسيحي معاه؟ كعادتك. يقول لي لا، احنا الدين تاعنا هو الاخر. ايه الدين تاعك هو الاخر؟ وهما الدين تاعهم اللي يديروه؟ ولا انت تدخل لك في عقلك انت بلي ربي سبحانه عز وجل يبعث الدين للمسيحيين، ومن بعد يبعث الدين لليهود، ومن بعد يخليهم ويجي يبعث لنا لينا حنا دين لينا حنا؟ تدخل في عقلك هذه؟ تخش لك انت هذه في عقلك؟ كيف الدين يا ناس؟ انا هكا يدخل لي في راسي ما كانش 10. الدين اللي يبعثهم ربي النهار الاول هذاك هو، هذاك هو، ما فيها لا واحد اخر لا والو. مي سامبلومون كل واحد يا خويا كيما قال واحد يعبد ربي كيما بغى هو، كيما واحد. هذا ما كان، حنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يا خويا يقول للناس هاو كيفاش هاو كيفاش هاو كيفاش، تبعنا ان نتبعوا النبي نتاعنا في حوايج اللي ملاح. مي كون يكون انا جيت مع الرسول وكنت في معاه في مع الصحابه ومع منا يقول لي روحوا نقتلوا، ما نقتلش انا هكا، انا ما نقتل حتى واحد، سيتو. انا ندير الخير، هذا ما كان، انا باش نقتل ما نقتلش، هذا ما كان. عندك في الحرب، اذا في الحرب الناس تيري بيان سور، الناس يتيريو عليا وانا نبقى نتفرج، هي ما تصلحش هذه في الحرب. بصح لو كان باش نروح انا اللي ندخل نروح نقتل الناس انا، ولا نروح نضرب الناس انا، ما نضرب حتى واحد وما نقتل حتى واحد، انا متعسل. دونك لو كان الناس يفهموا شوي، يعرفوا باللي راهو كي المسلم كي المسيح كي اليهودي كي اللي ما يمنش، احنا كل خوه، احنا كل خوه، علاه؟ جينا من عند ادم وحواء، رانا ومن بعد بدات تفرق طق 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 طق، هاكم تشوفوا كيفاش، ولا الدنيا كبيره، عالم ولا كبير. بصح هذا ما يمنعناش اننا نكونوا مسامحين، انا وخويا نكونوا مسامحين، انا وياه وخويا، سبحان الله. هو يقول لي انا مسيحي وانا نقول له انا مسلم، ورانا خو، ورانا خو، لازم نحكم الخنقو؟ قال لا، غير لا فيولونس هي اللي تاكل، غير لا فيولونس. حتى هو يجي يقول لي لا كي عاد ما تخش المسيحيه بور مو راك عدو نتاعي. مانيش عدو نتاعك يا اخي، انا خوك، علاه نكون عدو نتاعك؟ وعندنا فرد اله، والاله راهو يتفرج فينا، راهو يتفرج فينا. لكن لا كيما قال واحد اليوم لا يا اقفل لي زيكليز، اي اقفل لي زيكليز، اي يا خويا ما نقفل حتى اليود كولت، نحلوا اليود كولت، حاب يدير اليود كولت يجي يدير دوموند نحلوها ونعاونوه سيلوفو، يدير لها يروح يصلي فيها الناس. بصح كيما قلت لكم كاين قوانين، الانسان يجي للمسجد يصلي، يكمل المسجد، يتقفل المسجد، كاين ناس مسؤولين على المسجد، على كي يكمل الصلاه يغلقوا، ما بقاش المسجد محلول كل نهار اللي حاب يجي يجي. علاه؟ باسكو كاين مشاكل دوك، كاين لا كوفيد، كاين الارهاب، كاين ناس تقدر تدخل ثم تسرق حتى المسجد ولا يسرقوهم دوك. هذا ما كان عندك، بوتيتر بوتيتر كي ضل في الشتاء، في الشتاء نجمو نخليوه محلول، الناس ما تلقاش خويا المساكن يروحوا ولا حاجه يحبوا يدخلوا في النهار، هذه نجمو نخليوه محلول كيما لي زيكليز. كيف كيف عندك واش هو يجي واحد يدخل يدير كيما اسمو السياسه في المسجد، ما عندكش حق، يسيناليوه الناس يرنايتو له، قال اسمع سي محمد هنا راك تجي تصلي، ما تجيش تجيب لنا حنايا المشاكل تاع الحزب نتاعك ولا نتاع الدوله ولا لا يا اخي، هنا راك تجي تعبد ربي، الخطره الجايه راه دبر راسك نعيطوا له. اذا شفنا المسجد هذاك ماليه ماهمش معتنين به، اما نقفلوه 15 يوم ولا 20 يوم، هذا ما كاين باش اخرى يعرفوا باللي لازم هم يحبسوا من المشاكل. ليكليز حتى هي ليكليز تجي الناس تصلي نورمال ما كاين والو، يديروا فيه السياسه يغلقوا كيف كيف، ما كاينش، خاطرش كاين دي دوفوار تاع الناس، قبل ما يكونوا عندك دي دووا عندك دي دوفوار. كيف يصلح انت تدخل الجامع تلعب البالون؟ يصلح ما يصلحش، كي تحب تلعب البالون راح تصطاد. يصلح تدخل الجامع ودير البندير وقصبه وفي الجامع؟ هي ما تصلحش، هذه راح ديرها في الصطاد، غير اذا الدين تاعك فيه البندير بندر على روحك يا خويا، مي كي تكمل تروح، ما تروحش تتهدي الناس ولا تروح في المسجد روح تصلي ومن بعد نجيو خارجين نديرو مانيفيستاسيون، لا يا ناس، لا يا اخي،
انا هذاك المجد هذاك نغلقو، ما بقاش مجد، ما بقاش. على كل حال ما نطولش عليكم، نقول لكم ربي يهدينا ان شاء الله، وربي يهدي الناس كل كما قال واحد. نقول لكم صح غداكم اللي مازال الناس اللي مازال تتغدى، نرجع لكم من بعد باش نتكلموا، كان بزاف ديال الانفورماسيون نتكلموا عليهم. اليوم الاحد ان شاء الله الناس اللي راهي ما تخدمش نقول لهم كل بون ديمونش، والناس اللي تخدم الا غالب يفوتري كونتينيو ا ترافايي الا غالب. ا تو تالور ان شاء الله دون اون اوتر فيديو.